صاحبي الحبايب، قاعد بشرب شاي كرك، شو شايات اشي بخم لخم كالعادة. طبعا شاي كرك، اللي مش مصدق حر واللي مصدق شكرا على ثقتك فيا. يا سلام ولا بالأحلام. امبارح ما نزلتش فيديو لأني كنت رايح على عنجرة أقوم بواجبات المعايدات، فما صح لي. واحنا قضينا نهارنا بعنجرة الصامدة، مع اني كنت ناوي يعني امبارح اعمل فيديو نحلل ونخلل فيه تخبيصات خالد مشعل لصحيفة لو فيغارو، بس ما صح ليش. فاليوم بدنا نقعد نحلل ونخلل بتخبيصات خالد مشعل. شوف اخوان، هسا اني رحت على موقع لوفيغاغو، بالفرنسي هيك باللفظ لوفيغاغو، ما في حرف ار بالفرنسي او را بالفرنسي، ما في. يعني هاي المعلومة صدقا بعرفها من زمان من زمان، حتى كنت اسأل اي واحد بيعرف فرنسي، كنت اقول له يعني لفظ باريس باغيس، كان يقول لي اه او باغي شي زي هيك، ما في حرف ار او را، فهي اسمها لوفيغاغو. حتى جربت اليوم يعني مش من باب التأكيد، رحت على جوجل ترانزليت وكتبت لوفيغاغو، ورحت على اللفظ لوفيغاغو. رحت على موقع لوفيغاغو وبحبشت ونبشت عن التصريحات والتخبيصات تبعت خالد مشعل، ولقيت المقال بالفرنسي طبعا. قلنا يلا، بيعطي لوفيغاغو بتعطيك خيار فرنش وانجلش، فحولها للانجلش. طلع المقال، بلشنا نقرا اقرا 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 طاط، وانه بيقول لي بقية المقال بدك تشترك. حتى كاتب لي قايل لي ضايل لي 94% من المقال، قلت على الاطلس اذا اللي قريته 6%، هاي 94% شو فيها؟ انكسر خاطرنا، فاضطريت اعمل جوجل لوفيغارو حماس لوفيغارو مشعل، طلعت لي مواقع كثيرة وقرينا، ما خلينا موقع يعتب علينا، لملمنا كل المعلومات حتى نطلع بأكبر قدر ممكن. يعني طلعنا باللي راح نحكي لكم اياه. شوفوا اخوان، اذا انت فعلا بتعمل جوجل لوفيغارو حماس، او مش تعمل لوفيغاغو لوفيغاغو لوفيغارو حماس، على فكرة اسم صحيفة لوفيغاغو مأخوذ من شخصية مسرحية اسمها فيغاغو، لمسرحي فرنسي اسمه بومارشي. يعني للعلم مش للنشر على حبل الغسيل، وهي تأسست 1826 على ما أعتقد، يعني عمرها تقريبا 197 سنة، وهي إحدى 3 صحف فرنسية رئيسية في فرنسا، لو موند و ليبراسيون و لوفيغاغو أو ليبراسيون اللي هو. بالمناسبة يعني عدد اليهود في فرنسا هيك على الهامش 700,000 يهودي. قرأت في مكان ما مش قادر أتذكر زمان هذا الحكي قرأته، إنه معظم إذا مش كل وسائل الإعلام الفرنسية يملكها يهود. الباقي عندك حلل وخلل عاد، يعني هاي حطها في بالك لما تيجي تحلل وتخلل تخبيصات خالد مشعل لوفيغاغو، لانه انت بدك تاخذ في عين الاعتبار انه حماس نفت وحزب الله نفى التخبيصات اللي خبصها خالد مشعل. كل الاحوال انت الان لما تعمل جوجل وتتضارب عندك وتتجمع عندك وهيك وتصير عندك عجقة معلومات، بتلاحظ شغلتين، انه التصريحات تدور حول محورين، محور عسكري اللي هو أحداث 7/10، ومحور سياسي، الاثنين مرتبطات ببعض.
احنا الان بدنا نقول كل محور العسكري ونحطه في سياق تسلسل الاحداث حسب ما لململه من الجوجل الاشياء اللي بتخص تخبيصات خالد مشعل لفيجارو. نبدا من وين؟ طيب انا رتبت ان هنا من الاقدم الى الاحدث عشان ما ننسى حاجه معينه. نبدا انه طبعا يعني هيك على الهامش لوفيجارو عملت مقابلات مع عدة مسؤولين وعدة شخصيات، إشي مرتبط بحماس إشي مش مرتبط، إشي مسؤول في حماس في حماس إشي مش مسؤول، ومن هالحكي. وهدول اللقاءات هاي الأردن ولبنان وقطر. في مصدر مقرب من حماس هون في الأردن، مصدر مقرب من قيادة حماس، قال لوفيغاغو، طبعا صحفي اسمه جورج مالبرونو اللي عمل التحقيق هذا كله، صحفي فرنسي اسمه جورج مالبرونو، وهذا بال2004 اختطف من قبل ما يسمى بالجيش الإسلامي في العراق بشهر، ناسي أنا أي شهر، بس بال2004 اختطف وطلب الجيش الإسلامي العراقي أو الجيش الإسلامي اللي موجود في العراق، مش شرط تكون علاقة يعني، طلب شرط يعني على فرنسا حتى يفرج عنه، ومعاه صحفي ثاني ومعاه مساعد له اسمه الجندي اشي زي هيك، طلب من فرنسا انها تلغي القانون، قانون الرموز الدينية اللي بتعلق بال خلينا نقول بالرموز الدينية في المدارس العامة، على قول الفرنسيين طبعا، وكأنه دفعوا فدية او اشي زي هيك مش متأكد. الزلمة عايش تجربة عويصة. وبعدين لا تنسوا له باع طويل في الشرق الأوسط، هذا جورج عفوا في الوطن العربي، بس احنا لما نقول الوطن العربي تشمل المغرب والجزائر، بس هو يعني في الشرق الأوسط العربي، يعني في هاي المنطقة من مصر وروح شرق باتجاه شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب، الشرق الأوسط العربي أكثر من 20 سنة له. هو أول زيارة منطقة الشرق الأوسط العربي زار فلسطين المحتلة لما اندلعت الانتفاضة الأولى، انتفاضة 1987. هاي هيك يعني توابل، مشان انت برضو يعني الصحفي هذا جورج مالبرونو لما بيعمل تحقيق زي هذا بيطلع بالنتائج هاي مش من فراغ، ومش هيك زلمة ملهوش على الكار، لا له فوق ال20 سنة خبرة وعاش تجربة اختطاف لمدة 4 أشهر 5 أشهر، ظل مختطف في العراق مش هو مربط الجحش، مش فريقي على الأطلس. يا سلام ولا بالأحلام. فالمصدر المقرب من قيادة حماس اللي موجود في الأردن قال أني سمعت عن العملية تبع 17 من قبل سنتين من 2021. أنا أنت بتصير تشك، ما هو العملية سرية يعني، دور بيقول لك ما حدش بيعرف فيها إلا 3 أو 4، دور بيقول لك لا قبل 3 أشهر من العملية صار في توافق على الهجوم. هلا انت بدك تحط ببالك انه العمليه مخطط لها من سنتين، لانه في تصريح بيقول لك انا عرفت عن العمليه من اكثر من سنتين، من 2021 انا بعرف عن العمليه. فخلينا نقول انه في تخطيط للعمليه من سنتين. هلا قربوها من موعد تنفيذها من ساعه الصفر اللي هو 7/10، قبل 3 أشهر من 7/10 لما قربوا لهذا الحد كانوا زي ما تقول بدهم ضوء اخضر اللي خطط للعملية. طبعا التحليل اللي الأول اللي أنا طلعت فيه إنه الفكرة من بنات أفكار يحيى السنوار، طرحها على أقرب المقربين إله أخوه محمد السنوار اللي طلع هذا الزعيم الحقيقي أو القائد الحقيقي لكتائب عز الدين القسام. يعني هلا لقدام شوي بحكي لكم كيف يعني إنه هو القائد الحقيقي، طرحها على يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، عشان هيك
انت بتقرا في كذا موقع في جوجل انه بس ثلاثة او اربعة اللي كانوا يعرفوا. انا بحصر ثلاثة اربعة في هذول الاربع اشخاص، يحيى السنوار شقيقه محمد السنوار، محمد الضيف اللي بيمشي على عكازة حسب تصريح واحد اسمه مروان، غير مروان لسه، هذا مروان عملت لفيكاغو مقابلة معه بالتحقيق نفسه، قال محمد الضيف عقله فريش طازة شغال 24 ساعة، لا هو مخرفن ولا هو مزهمر، بس بيمشي على عكازة عادي عادي. وبيتهوفن كان أطرم بسمعش بالمرة، ابتكر أبدع المقطوعات الموسيقية اللي خلدته وما زالت خالدة لغاية اليوم عادي. فالأربعة قلنا يحيى السنوار أخوه أو شقيقه بالأحرى، محمد السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، هذول اللي أنا محصرهم. فأنت أنا يعني ترجع بتقول كيف قبل 3 أشهر، هاي اللي بتحكي له لوفيجارو، كيف قبل 3 أشهر صار في توافق وطني على توافق على الهجوم بعد ما أخذوا ضوء أخضر من القادة السياسيين اللي في قطر، يعني اللي خارج قطاع غزة، هم ما حددوا إنه في قطر، بس قالوا القادة العسكريين أخذوا موافقة من القادة السياسية، والقائد السياسي هو يحيى السنوار هو نفس القائد العسكري، إيه لخبطة. معناته كأنها اللوبيغاغو بتقول إنه أخذوا ضوء أخضر من قطر، مش قطر نفسها، من المكتب السياسي لحماس في قطر، تمام. طب انت بترجع وبتقول ما فيش غير 3 أو 4 بيعرفوا عن العملية، واصلا يقال انه قبل بنص ساعة، هذا كله لغاية الان اللي بحكي لكم اياه موجود اللي في جاغو، قبل نص ساعة من بداية العملية السنوار عمل الو لصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قال له روح عند عمك حسن نصر الله وقول له احنا بعد نص ساعة بدنا نشتغل شغلنا. حزب الله نفى. فهاي أول نقطة توقفت عندها كثير، موضوع إنه قبل عفوا إنه في زلمة مقرب من قيادة حماس قبل سنتين عارف عن العملية، وهم بيقولوا لك لا في سرية تامة، 3 أو 4 بس اللي بيعرفوا عنها، وغير قبل بنص ساعة عرف حسن نصر الله. شو المخ والمخ، وبرجع بقول لك قبل 3 أشهر من العملية صار في توافق على الهجوم بعد ما أخذ ضوء أخضر من السياسيين. شوفوا خلاصة، أي خلاصة بالنسبة إلي، ولا واحد كان عارف عن العملية إلا السنوار يحيى والسنوار محمد ومحمد الضيب ومروان عيسى. ولا اليابان فرضت 3 عقوبات، اي عفوا فرضت عقوبات مالية على 3 من كبار قادة حماس، السنوار يحيى محمد الضيف ومروان عيسى. في واحد كاتب لي لما عامل فيديو قصير عن هاي الجزئية كاتب لي بلا هبل، شكرا. ويعني وكل إناء بما فيه ينضح، شو بدي أقول لك غير هيك، يعني هذا اللي طلع معك يعد من إياك. هاي الشغلة الأولى. إذا فكرة العملية لها أكثر من سنتين، تمام. نيجي هسا على واحد اسمه مروان، غير مروان عيسى، هذا مطلع يعني ما بيوقع صحن فتوش مع جماعة من حماس أو كتاب عز الدين قسام، وما قالوش هيك بس هذي بالمعنى، أو صيادي السمك، بيعرف له علاقات له اتصالات. شو بيقول هذا مروان اللي ما حددوا اسمه الكامل، وبجوز هذا اسم هيك يعني ومش اسمه الحقيقي مروان، يمكن بيقول قبل 6 أشهر من العملية، قبل 6 أشهر من العملية أنا لاحظت، لاحظ الأخ كان عنده دقة ملاحظة، يعني مش إنه عارف يقين المعرفة، في حدا بلغ وفي حدا خبر وفي حدا علم، لا 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 الزلمة لاحظ. شو لاحظ؟ في شباب
متعاطفين مع الجهاد، الجهاد الإسلامي وحماس، طلعوا من غزة. إيه وين رايحين هذول الشباب؟ قال عمرة. قال هيك اللي مبين بقى، هذا اللي بقى مبين بالأول إنهم رايحين عمرة. قال مرق شهر، مرق شهرين، مرق 3، تا يرجعوا مرجعوش. فهو بقول أشك، أعتقد بشك الأخ، أنا أفكر إذا أنا موجود. شك مفتاح الحقيقة. بشك الأخ إنهم راحوا تدربوا يا بسوريا أو بسهل البقاع بلبنان. كل هذا ملاحظة وشك وإحساس وتخيلات من واحد اسمه مروان. وبجوز أصلا اللوبي جابو كلها هاي حبكتها حبك عشان يعيش يزجوا سوريا وحزب الله في الموضوع. هم هلأ بدوروا بس على أدنى رابط مهما كان رفيع بين حزب الله وأحداث 7/10، حتى خلاص يكون في مبرر للعدو الصهيوني أنه يمسح الأرض بحزب الله. وللأسف الشديد راح يمسح الأرض بجنوب لبنان. لسه اليوم قرأت خبر على الستلايت، قصف مدفعي كثيف للعدو الصهيوني على بلدات حدودية في جنوب لبنان. خلاص إذا بقول لك توسيع الجبهة الجنوبية، توسيع جبهة الحرب في الجنوب. أنا من زمان حكيت عن هذا الموضوع بس يعني بديش أضل أعيده كذا. تمام إخوان، إذا خلصنا من مروان والست أشهر والشباب طلعوا عمرة. بيجي الآن بقول لك، وحكينا عن التوافق على الهجوم قبل 3 أشهر وكيف إنه ما كان حدا عارف غير فلان وعلنتان. يعني في ناس بتقول لك بس يحيى سنوار ومحمد الضيف، لا أنا قلت لكم 4: يحيى السنوار، محمد السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى. بس خالد مشعل، إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، آخر من يعلم. إذا أسامة حمدان هذا اللي طرهاره طخ بالمؤتمرات الصحفية تبعته من بيروت بقول لك أنا سمعت عن عملية بالأخبار. سمعت عن العملية بالأخبار، بقى قاعد التلفزيون صح الزلمة من النوم، شرب له كاسة مي، فتح التلفزيون طاط بالحماس اللي هو بينتمي إلها، مولع الدنيا وحارقتها. تخيل شوف فيش ثقة، ما في ثقة، يعني نفسهم هم حماس بيناتهم ما في ثقة، ما في ثقة، يعني كل واحد بشك بالثاني، يا عميل يا خاين يا مرتشية. هاي النتيجة اللي أنا بطلع فيها، ولا واحد زي أسامة حمدان هذا اللي بيطلع مؤتمرات صحفية ما محوش خبر، ويا إن يا إما إنه لا معه خبر بس بده غطرش الأخ يقول لك أنا سمعت العملية كلها بالأخبار، أو إنه ما معه خبر. ولما تعرف تفكر فيها ما فيش ثقة. تمام طيب أيوة، أجينا هسه لموضوع حساس شوي. قبل الحرب العدو الصهيوني منع قطع الفلوس عن حماس. هاي عاد انا قلت لنفسي يعني وانا احضر هذا قلت هاي لازم ارجع ابحث عنها، شو الاسباب واميت بالضبط وليش العدو الصهيوني منع الفلوس توصل لحماس من قطر. بالمناسبة وهذا كله لما تعمل جوجل لوفيغارو حماس بقول لك هو كان المبلغ الشهري كان 30 مليون دولار. مرة من المرات اجى السفير القطري على السنوار وقال له تفضل هاي 13 مليون دولار مش 30 مليون دولار. اجى السنوار مسح الارض فيه قال له امشي انقلع من وجهي، وال17 خذهم معك، خذ ال13 وال17 انقلع من وجهي تفرجينيش خلقتك. هيك انا بفهم. وبقول لك على فكرة بالمناسبة يعني لوبيغاغو نقلا عن احد اللي قابلتهم بيقول لك السنوار لا يثق كثيرا بالقطريين. شو لا يثق كثيرا؟ يا بتثق يا ما بتثق، ثقه فيهاش بثق فيك شوي ما بثقش فيك شوي، هذا احكي فرط. يا بتثق في ثقه يا بلاش، وهاي الثقه مش موجوده بين قاده حماس نفسه. لا يثق هو بالقطريين. السنوار هذا يا ابني 23 سنه في السجن، هذا رأيي يعني، أنا يعني هيك تحليلاتي هيك
انا اكل يعني. طيب الان بقول لك بلشوا مهدوا للعمليه خلاص، لهم سنتين، لهم سنتين بخططوا برتبوا امورهم، اعدادات، تدريبات، تمرينات، لما قرب بدهم يموهوا على العدو الصهيوني. تمويه، كيف بدهم يموهوا؟ السنوار ذكي، هذا اللي قاري بس لغة عربية في خان يونس الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، بس وين بالضبط ما أعرفش، يعني يمكن غلطت أنا لما قلت في خان يونس، الجامعة الإسلامية بالضبط وين مقرها أنا ما بعرف. في قصة ترى على الجامعة الإسلامية يعني بعدين بقول لك إياها. المهم زلمة ذكي، بده يموه، بده يخدع، بده يوهمهم للعدو الصهيوني. كيف؟ بقول لك معظم قادة كتائب عز الدين القسام بدلهم، حط ناس جداد مكانهم، هذا هيك ظاهريا للعدو الصهيوني، لكن فعليا قادة قدماء ظلوا محتفظين بمناصبهم. أحييه يحيى السنوار على هاي الحركة يعني أخ، بس لو إنك يا يحيى السنوار هالعملية هاي يعني أقلها أجبرت العدو الصهيوني إنه يعترف بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، بس أقلها أقلها. المهم هذا بقول لك قبل أشهر عملية التمويهات، قبل شهر ونص من العملية أجى السنوار على القادة القدماء اللي ظلوا محتفظين فعليا بمناصبهم، قال لهم اسمعوا ولكو بلا عن سنسفيل، أي واحد فيكم يتصل بالثاني، ممنوع ولا واحد يحكي مع الثاني، فش اتصالات. وبتقول لي قبل 3 أشهر صار في توافق على الهجوم بعد ما أخذ ضوء أخضر، وبتقول لي في مصدر مقرب كان عارف قبل بسنتين. إذا القادة العسكريين قبل شهر ونص قال لهم ولا واحد منكم بيحكي مع الثاني، تليفون ممنوع. زقرت الأخ نوع الحالة، كيف من الموضوع سرية تامة وسرية مطلقة، 3 4 بس اللي بيعرفوا في الموضوع. بالمناسبة للعلم مش النشر على خبر الغسيل، عزل نفسه السنوار في الأشهر الأخيرة، ما حددوا يعني امتى بالضبط، كانت تيجي تليفونات من برا ومن جوا يطنش يطقع، زلمة مش فاضي، شغال 24 ساعة، زلمة بيهيئ برسم بخطط بدرس كل إشي بالفاصلة والنقطة، وقد ما طقع تليفونات ما بردش على حدا لا على القريب ولا على البعيد. أجا موسى أبو مرزوق من قطر خص نص على غزة، بقول لك لقاء عاصف بين الرجلين، هذا بنهاية شهر 9 يعني قبل العملية بأسبوع. هاي برضو أنا عملت هيك علامة استفهام كبير بجد، رأس حسن حسني المرحوم حسن حسني، وقلت هاي لازم اعرف شو صار في اللقاء العاصف، مين مسح الارض بالثاني. واكيد يحيى السنوار ومطقع طقع لهم كلهم، قال لهم اجري ب انا قربت اخلص يعني. هاي بيقول لك هون حكينا عن هاي، حكينا عن هاي، والله شغلة واحد ولعت قبل ما تولع بنص ساعة، قلت هاي قبل شوي السنوار عمل ألو لصالح العاروري قال له هيك هيك خبر حسن نصر الله، بقول لك حسن نصر الله بصير شط ونط. شوف اخوان بدكم تعرفوا شغلة، اني هسا بقول لكم حسب ما قرأت، بس برضو انا في شوية بهارات بضيفها من عندي، لانه انت تقرأ معلومة بتتخيل برضو ايش ممكن يصير. هلا شو اللي ممكن يصير يعني تحت هون، شو ممكن يصير؟ بدنا نفترض جدلا لا حكما انه فعلا السنوار طق تليفون على العاروري وقال له بلغ حسن نصر الله بعد نص ساعه انا هيك هيك، راح العاروري قال لحسن نصر الله هيك هيك هيك. انا متخيل حسن نصر الله صار يشط ونط، لانه اول شغله خطرت بباله انه الفرس بيعرفوا ما خبروه، ولذلك كتبوا قالوا حسن نصر الله غضب او غاضب من ايران. هذا كله تحليل زائد معلومات قاعده انا جبت لكم اياها من لوفيغارو. انا يا زلمه فهمنا الى عنديك يا اشرف، قد ما بتعينه بتكرر فهمنا يا زلمه، انت شايفها بايل يعني، لا معلش مع احترامكم
أنا بعيد وبكرر عشان أثبت وأرسخ المعلومة بروسكو. بعدين عاد أنتوا حرين، يا بتقولوا لي قال علي تقلعك، أنت قاعد بتخبص ولا فاهم من الدنيا إشي، يا بتقولوا لي شكرا لك بالتعليقات طبعا. طب تشرب لي شطة. في الأسبوع الأول، عفوا في الأسبوع الأخير من شهر 10، هي بس أتأكد، في نهاية شهر 10، بالأسبوع الأول من الغزو الصهيوني لقطاع غزة، السنوار والدبرقية، لا حسن نصر الله، قال له مالك فاتح فمك؟ على شو بتتفرج؟ مكتف عليك، غايب طوشي عامل حالك، ما تتحرك، ما تستخدم كل قوتك، ايه ايه ايه، ولعت مع السنوار. طبعا يعني شوف اخوان، انا لو هسه يجي يعني تجيني وثيقة دليل قاطع وبرهان ساطع انه فعلا في رسالة، يعني الرسالة نفسها او البرقية نفسها، اللي هو مش عارفين هل الرسالة شفوية ولا خطية، يعني دليل قاطع برهان ساطع على انه فعلا السنوار ودى رساله لحسن نصر الله انه انت مالك على شو بتتفرج، ما تتحرك، مالك فاتح ثمك، يا حول انت بتشوفش كل اللي قاعد بصير، لشو طامر هال 100,000 صاروخ عندك، ها؟ ها اذا فعلا هذا الحكي صار انت بتخرج بنتيجتين، النتيجه الاولى انهم كانوا مخططين مع بعض، النتيجه الثانيه انه في اتفاق مسبق انه اذا انا بعتدي انت بدك تعتدي، هيك انا بفهم، ولا مالكيش عليه انت يا حس الور، طالما انك انت بسريه تامه عملت هاي العمليه انت ما يلك عليه، ما يلك عليه ضربه لازم، لكن لما بودي له برقيه زي هاي اذا صحت اذا ثبت النتيجتين اللي انا بدي اياها. طيب هذا المسار العسكري. المسار السياسي إخوان، في تصريحات خالد مشعل أنه اعتراف بإسرائيل. شوف إخوان، أنا يعني متوقع هذا الإشي من زمان. ليش؟ في وثيقة بال2017، يعني أنا بالنسبة لي ما تفاجأت ولا انصدمت، لأنه هذولا مش أصحاب مبدأ، هذولا قادة حماس بيقول لك أصحاب مبدأ، لا انسى، يعني يمكن الشخص الوحيد اللي اقتنع قناعة مطلقة انه عنده مبدأ يحيى السنوار. خالد مشعل، ابو خالد مشعل بيقول لك فلسطين كلها بكل حياته ما فاتهاش غير مرة واحدة ولمدة 3 ايام. واسماعيل هنيه فل من قطاع غزة عشان في خلافات داخل المكتب السياسي. وفي ناس ثانيين فلوا، وزير الداخلية تبع حماس في يوم من الأيام فل من قطاع غزة وهرب على تركيا، وبس فل اتهموه بالاختلاس المالي. شوف شوف كيف بيسرقوا بعض، شوف قديش هم فاسدين، عشان انتوا تصحوا يلي متوهمين بحماس وطبلوا بالزمرو والله فوق وحماس تحت. أنا من رحت في وثيقة بال2017، حماس متفقة مع كافة الفصائل الفلسطينية توافق وطني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ركز معي، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 عاصمتها القدس. إيه من أميت أنت يا حماس هيك؟ هذا من 2017، بس من أميت أنت هيك؟ طبعا مع حق العودة دون الاعتراف بشرعية بين قوسين إسرائيل، القوسين من عندي. طب ما علي بركة مقابلة مع الأمورة الجمورة ربا الحبشي، مش بذكر هي كانت ولا لا، المهم لا لا احنا لا يمكن نعترف ودولة فلسطينية كاملة من النهر إلى البحر. هذا مسؤول العلاقات الخارجية بحماس من قبل، يعني بعد الحرب بكذا أسبوع. فمن ايمتى انت يا حماس قابله انه يكون في دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران 67
وعاصمة القدس ما حددوش القدس الشرقية، وعاصمة القدس حق العودة دون الاعتراف، هاي دون الاعتراف اوكي انتم ثابتين عليها، بس انتم طول عاركم الطبل والزمرو من النهر الى البحر. والله يعني انت لما تعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 تكتفي، تمام، وبتكيش تعترف بشرعية العدو الصهيوني. يعني انت بالك يا حماس مما كنت تكون بدها تمرق يعني هاي على الغرب، يعني بدهم يصدقوك انه انت خلاص راح تكتفي، وانت اكيد طالما انك انت مش معترف بشرعية ما يسمى بين قوسين اسرائيل والقوسين من عندي، اكيد انت راح يظل عندك نية انك تهاجم بعد ما ما اللي حكينا فيها عن برهان غلام هذا المحلل الصهيوني. وما تنسوا اسماعيل هنية بعد كذا اسبوع من الحرب صرح على موضوع حل الدولتين والالتزام بالقرارات الدولية، وموسى أبو مرزوق قبل أسبوع أسبوعين قاعد يخبص مع المونيتور، هو موسى أبو مرزوق ما غيره أول رئيس مكتب حماس، قال إحنا عندنا قابلية إنه ننضم لمنظمة التحرير الفلسطينية ونلتزم بقرارات منظمة أحد القرارات تبعت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بالعدو الصهيوني بشرعية العدو الصهيوني. إيش مبدأ يا أخوان؟ لكن هذا كله بالكندرة مشان تظهر طرفص اللي ضربتوه يا قادة حماس. معكو خبر ما معكو خبر، مين ما كنتوا تكونوا، انتوا الآن قاعدين بتدفعوا ثمن حماقاتكو، قاعدين بالكندرة الآن تنجروا انجرار لوين ما بدها أمريكا، لأن كنتوا قاعدين بتحاربوا أمريكا مش العدو الصهيوني. يعني هو اليوم لما وزارة الخارجية الأمريكية تضغط على البنتاغون انه يبيع ب 147 مليون دولار ونص بس بنادق ام 107 155 مليمتر، ها، بدون ما يرجعوا للكونغرس، خلاص واضحه حماس بتحارب امريكا قدها. انتو وين بقى عقلكو لما عملتوا اللي عملتوه؟ جنيتوا على الشعب العربي الفلسطيني، دمرتوا قطاع غزه، لعنتوا سنسفيل العرب، بطلع لك ابو عبيده وانتصرنا ودمرنا 20 اليه واستهدفنا، طيران شغال. اكتفي بهذا القدر من التحليل والتخليل لتخبيصات خالد مشعل مع لوفيغاغو الفرنسيه.